السلام عليكم مشاهدين، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم سوق ثلاث سالا السوق، السوق دا سخاي بزاف، يعني شي حقد على شي، لا في التصوير لا في البيع والشراء، المهم حتى واحد ما عنده خاطر شي حاجه، حتى واحد ما عنده خاطر اليوم شي حاجه مني انا والحريفيه كاملين. المهم دابا كاين معنا السي حميده، السي العربيه جميله، السي اسماعيل حامل التيك توك، والسي ميلودي غنجلسوا هنايا، غادي يدور بيناتنا واحد النقاش، غادي نصوروا داك الشيء اللي كاين، غادي نقولوا كل واحد غادي يقول داكشي اللي كاين في خاطرو، وغادي نصفيو النيه ديالنا كامل. الصراحه راه ما كاين في الطريق. الصراحه اختي جميله، منين غنبداو اختي جميله؟ خويا العربي. السي العربي، المهم بعدا كنعتذر بعدا منك انا الا درتيك شي حاجه خايبه ولا تقلقتي مني، كنعتذر منك بعدا انا. حيت دابا انت انا فاهمك، انت انا كنعترف بك بيع وشراي زوين، من نهار حطيت رجلينا في السوق ما عمري سمعت منك شي كلمه العيب ولا خسرتي لي شي حاجه ديالي انا. اسمع وديما انت اللي كنقول لك كتجيب الخيول الملكيه، انت معروف بالخيول الملكيه. داك النهار فاش كان داك الجماعه انا شتك نتايا، يعني انا قلت العربي كاين في هاد المجمع هذا الا وكاين شي حاجه زوينه خصني نصورها. فاش وصلت ما فاهمش، انا ما فاهمش، لقيت حمود لقيت هذا لقيت انا ما فاهمش، وداك التازي ما فهمتش، داك الشيء بقيت كنصور انا لوحد الفيديو عفوي. دابا انت خصك تشرح للمشاهدين شنو كاين، الراي ديالك حتى هو راه مهم في هذا الشيء. اللي كاين هو داك الراجل دخل داك العود كيبيعو. هو تاخي العربي شويه باش يسمعوك الناس. داك الراجل اللي دخل داك العود كيبيعو، انا بعتو معاه 1,080,000 بواحد دخل، المهم خلصو خرجو العود ركبو عليه صابوه ما خدامش، رجعوه له رجعوه كيبيعو لداخل. انت اللي شريتي منو 1,080,000؟ 1,080,000 شريت بالاول اخر كساب. خلصو انا تخلصت عطيت الفلوس السيد قال لي تتكتب معايا خرجوا العود خرجوا ركبوا عليه العود ما خدامش، رجعوا له العود يدخلوا السوق كيبيعوا. المهم ولاو كيعطيوه شي 100 شي 120 كيدخلوا عليه منهم الواد. اشرح للمشاهدين العود ملي كيخرجوا وما كيكونش خدام شنو كيطرى ليه؟ كيرجع لمولاه. كيولي ديفو. نقصلو الثمن على العود ما خدامش. المهم رجع للسوق ولاو تيساوموه 120 100، جبت له انا 160,000 قلت له تاخذ هذه 160 الدين تكل فيها الله. يعني دابا انت غديه منه 160 منك الواد. اي مني الواد. جاو شي ناس اخرين خذوه من عندهم مليون، داوه دابا العود راه ما خدامش، وداك الراجل كيقول لهم كاين الظلم تما كاين ظلموا عليا داروا لي، اكبر ظالم هو داك الراجل. هو ظالم، العود ما خدامش كان يدخلوه يقطع له الراس ما خدامش، حيت العود ما غيديش الراجل يحلبو، الراجل غيديه تبورد به، حيت الراجل بلي غادي يتبورد وباش غيديه وما يخدمش ليه ويدفع فيه عرام الفلوس، وهذا كيهرب بحالو، دابا هذا الراجل اللي شراه هو معانا هو. ميلودي هو يقول لك ميلودي واحد كلمه كمل الجمهور. سي ميلودي قول لنا خويا اشرح لنا خويا شنو كاين. الله يرحم والديك العود مشيت نشريه لقيت عربي طويبه ولقيت ناس تيشريو بهذاك العود، ناض واحد قاطعو هذا عطاه 160 بديت تزيدو بالعود عدي هو قاطعو مليون قلت ديتو شحال ديتي انت؟ مليون وخدم لك انت هذا العود ومن ديت هذاك العود خرجناه ما جا حميد بقيت عورت به شدوا المروات 8000 ريال صح كنت عورت به 8000 هذاك الشيء كيبقى بينك سير سير هذاك الراجل شدي وسمع عليا خلينا يعزز العود ديالو خليه يكمل يعزز العود عليك 8000 يعزز العود رصانا بهذيك 8000 ما بقاش خليها لنا من بقى تيعز ذاك العود قلنا العود بقينا خدام شدينا العود بقينا عورتوا به شدوا لك 8000 ديت العود انا ربطته جاو شي بغا يشرب مني من الربح قلت ما غنبيعوش غندي غنتبردوا به 40000 دينا العود للدار ملحقنا عليك العود ما يسواش حتى 40000 قزاري ما خدمش خدام هذاك الراجل نصاب حتى هو لا صلي على شي حاجه اللي غنبغي نبغيك توصل الناس حتى دابا شحال من واحد حاقد علاش حاقد قال لك هذاك السيد جاي من تازه بعيد جا الخميسات قال لك العود راه خدام تنشو العود راه خدام وباعو خدام والمشكل اللي كاين تعمدوا على الناس ديال الخميسات انت باش غدير واحد المشكل اللي كاين دابا يونس شكون شرى العود مع هذاك السيد هذيك السيمانه شرى الميلو شرى هذا السيد هو الاخر دابا قول الكلمه للناس الله يرحم الوالدين قول لهم الكلمه دابا العود خليه يهضر اصاحبي هضر انا لا حامد خليه يهضر الحقيقه خليه عاود الحقيقه الحقيقه انا عاودها لك لقيت الناس كيعطيو 150 160 زيد قالوا العربي واش تبيع لي هذا العود 160 غندخل للواد قال له لا واصلا في الاول باش تبيع العود ولا تما ما سواش بقى ساوي والو الناس عطاو 120 150 160 هذا هو اللي كاين وصل 160 ما بغاش يبيع الراجل العربي تبيع له 160 قال له الراجل لا العربي خطف فلوس انا كنشوفها في الفيديو العربي قال واحد الهضره كاين العود مولا غيبيعهم باش ما
ما عندناش مشكل. ماشي زوينه هذيك ما بغاوهاش. انا ماشي نبيعو باش منا. لا ما بغاوهاش. الا ما بغيتيش 160 غايبيعو بلا جديد. غتبيعو بلا جداك. فهمتي حيت مول سميتو قال لي انا غنبيعو بريال قال لك ما ردش. لا لا ياك هاد الهضره اللي قال لي. العربي شوي العربي باش تعرفو غايبيعو باش منا. السيد جاي ناوي يبيع نيشان هو اللي قال ليه غنبيعو حتى بريال ولكن كاين مشكل هادشي اللي قال عم الوالدين ونقول للمشاهدين ضربوا بهاد العاونه خدام السي الميلودي واحد انت غادي يعاونك الله سبحانه وتعالى فهمتي الله سبحانه وتعالى اللي غادي يعاونك تحيه للناس ديال الشيا الشرق كاملين كاملين اللي يشوفوا ضربوا بهاد العاونه ديروا فيديو تعلم قلبك تفرجوا فيه خدام العاونه الناس ديال خايبه دابا علاش غنبقاو ندويو كاملين علاش غنبقاو ندويو كاملين دابا دابا نفسروا الراجل بالحق وشاري العود كاينين الناس ديال تازه مقلقين والجميع المغاربه ماشي عاد ديال تازه ديال المغرب كاملين مقلقين على هذاك السيد قال لك مشى الخميسات تعداو على الناس وتحقر حاليا دابا المشكل كاين اليوم الراجل اللي شرى العود ها هو دير عليه ها هو اللي شرى العود قال لك مليون راه ما خدامش والعود ما كانش خدام ديك كيدير 50000 كيدي القزار كياكلو دوك السكيريه كيعطو لديك المصاليه دابا العاود مولا بغا يزعف دابا غادي يبيعو ب 50000 تبيعيه ب 50000 انا قابلو من عندك كدبنا نديرو له فيديو فيديو العاود ما خدامش ساليتو الله يرحم الوالدين قول لهم الكلام ديالي ساليتو انا نمشي بحالي انا اللي غنهضر هضر يلا هضر انت بالضبط اللي بغيتك تهضر داكشي اللي كاين قولو حيت انا مظلوم ها مطلق ماشي مظلوم الجمهور كيقول لك الجمهور كيقول لك انت ظالم يلا قول يلا قول الجمهور اعطى الاعتبار للناس اعطى الاعتبار الا كنت انا ظالم هانتوما غتسمعو مزيان زيد سيدي هذا مول العود باعو مليون و 80 انا ما حاضرش عليه مره خرجوه مشاو جاو تيبيعو وشريو دابا انت شوف شوف دابا انت غادي تعاود لينا منين جريتيه باش غتخلصو من هنا الناس راه شافوا الفيديو كامل انت ما حاضرش ما حاضرش زيد هذا هو اللي بغيت نوصل انا راه ما حاضرش زيد ولكن جيت في التالي شارك انا وصاحبي الميلودي زيد جينا دخلنا قلنا له شحال عاطينك قالك عاطيني 150 160 قاطعوا مليون شحال قاطع العود مليون قال لي مليون الله يربح قلت له الله يربح جريت خرجنا الراجل جريت علاش انا بغيتكم علاش جريت دريس انت علاش علاش جريت علاش جريت الله يرحمك انا علاش جريت خرجتو من الصداع باش تخلص الراجل زيد صافي المروره معروفه اي واحد اللي دخل كيجي المروره انا ما ظالم حتى واحد ولكن جاوبني اخويا حامد واخا راه دمشت انا وياك مع الصباح بوك ما كاينش مشكل بوك جبت لك ما كاينش مشكل ولا اني الراجل فين ما مشى كاين الراجل بلاتي غتصنط حتى المراه فين ما مشات كتولي مراه سكت دابا بلاتي ودابا تصنط نهضر معاك ما نهضرش بزاف انا موجود تصنط شريتيه انت وصاحبك اش كيدير معاك فلان وفلان وفلان اش كيديروا معاك راكم عارفنا تعرفوا ما في السوق واش يديروا راك عارفوا مربوطين على القلبه مربوطين هما من الاول انا ما حاضرش هما اللي باعوا ها هما اللي باعوا العود هما اللي خسروا هذاك العود هما اللي خسروا هذاك العود تحيه للناس انا من الاخر هذا هو الخريقه طرا على هادو كاينه تحيه للناس دابا ولكن هما اللي خسروا غا واحد غا واحد غا واحد خلينا نهضر معاك كنعرفك كتبيع وتشري اول حاجه كتعرفي لي يا اختي كنعرفك كتبيع وتشري في الكيادر وانا كنبيع وتشري في الكيادر الا عندنا شي واحد وصانا ولا شي حاجه كنهبطو كنشريو الخيط لا كنبيعش شرته في الخيط دابا تصنت انا هادشي اللي كنعرف واه غير شحال كتجمع عندك من عاود اخويا شحال هادي شنو كنا كنبيعو شحال كتجمع عندك من عاود اييه واش بلاتي ماشي مشكل بحال الكيادر بحال الخيط كاين الكيادر كاين الخيط دابا غتصنت السلام عليكم انت كتشري الخيط كتشري الخيط كتشري اش كيدير معاك بنادم اللي ما كيشري حتى حاجه غكيش ما عندنا ما نديرو له لا تترى مع القلبه تترى واش غنديرو خصوش يترى مع القلبه واش غنديرو اليوم خصنا نديرو الحق كاين اخويا سلام كاين اخويا سلام كاين اخويا سلام وكاين ما خصهمش الناس يتلاموا على القلبه شوفوا منو يتلاموا على القلبه انا عيط ليا انا جميل احنا برانيين انتوما اللي ولاد البلاد انتوما اللي تهضروا احنا اللي ولاد البلاد انا اللي بنت البلاد كنهضر دابا شنو فين وصلت هاد الصباح هذا ما تقاتلش انت اللي خاصك تقاتلي علينا حنا عبران تنجيو براني السوق تنبيعو نشريو والميلود ما عرفوش تقول واش عمري لقيتو فيا ديفو لا عمري اخويا حتى تقول لي واش واحد 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 شوف هذا الراجل منين جا بلاتي غاتكتب حنا بعنا الالوفات ديال الخيل هنا شوف هذا الراجل منين جا بعود فيه ديفو واخا ونعود المشاكل عباد الله وهنا ومشى
كان يسمع علينا سمعه حنا نصبنا له ودرنا له دابا حنا ما دينا عاود ما خدام هو المشاهدين هو خسر المشاهدين. غنقول لكم واحد الكلمه، اللي بغى يجي ويشري عاود ويثيق في اي واحد، راه الراجل ملي كيبيع يشري معاك وكيعطيك عاود الفلوس راه الامور دايزه ناضيه. ملي كيقول بسم الله شد عندي دين عاود الفلوس الامور دايزه مغيزه، والراجل اللي باع لك العاود طاشاك على الفلوس راه عنده ديفو. تحيه لاي حريبيه وتحيه للناس في اي بلاصه، والوحيد اللي بلاتي فيها الشروط راه هي الخميسات. انا ما شفناش واش باعوه بالشروط، انا سمعت منك الواد قلتي ليه منك الواد، وانا شرا اسماعيل منو الواد. ملي حيت المولى خديتها؟ لا عطيتيها ما خديتهاش. انا واحد الراجل صافي وانا ناخذها بالله. انا كيفاش تقولي انت؟ قول لي انت انا جبتك باش تهضر معاهم. انت عارف عليا شي حاجه؟ هضر واش عارف انت؟ لا شوف راه المشاهدين كانوا لاحظوا عليا ولاحظوا عليك ولاحظوا على سعيد. ونقول لك واحد الكلمه من الاخر واعاوعه، انت ما عاد يفتح الشاور عليا ما تخوفش. انا خويا شي غا بالله شي غا بالله شي سبتو الحد راه والله ما نعس دارنا في الليل. تحيه لك الناس دار الغربه وكلشي كلشي كيعيط. دابا شوف 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 دابا من الاخر من الاخر اسمع عليا من الاخر من الاخر اللي عنده شي حربه مشي ليها. دابا من الاخر اسمع شي ميداني مشي لي الله يرحم والديك. ماشي انا اللي حدو عنده سلاح مشي عنده سلاح اللي حدو الجران. تحيه زوين كاينش الخايدو الجران ما كنشوفوش عندنا الخايدو والو ما عمرها والله ما كاينش عندنا. دابا غبلت غبلت شي راهو الحشومه. اسمعي اسمعي باقي نترسكو بالله كتجمع لك الشقله كيف تكون لك الملامه. كاين راجل كيبغي يبيع 20 معاك ملي كيسيب الشقله كيهرب راسو كيهرب كيقول لك انا ما عرفتش كل مول البيمه. ولكن حاليا اللي بغى شي بيمه يتواجه مع مولاه ديريك شخصيا ولي قال 10 مرات 10 اسمع 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 هادشي راه حشومه وعيد هادشي راه ما كنشوفو في التبليغ. دابا شوف الناس ديال تازه راه كاع الحريميه اليوم حاليا في خميسات حتى واحد ما باع ما شرا. والله ما باعش واحد وشرا. علاش؟ حيت الناس مضروري. ولكن المشكل دابا العود هو ما صدقش خدام وكاينه البلباله حمو العود اللي داه ودابا هو ضايع فيه. صافي دابا قبل شي حاجه لا بس اسمع 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 حميد 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 اسمع خرجوا وغنعبروا وغيشوفوا قدام الامه كامله. انا كنطلب منكم طالب الى عارف عليا شي حاجه قولوا. دابا بلاتي اخي اسمع علاش قلت سلعت التازل ورات ايوا راه ما خصكش تقولها. لا نقول لا خصك تقولها. نفاق اسمع ولا 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 واش الورات؟ شريت الله واش الورات؟ شريت الله دابا جاوبني واش الورات؟ واش الورات؟ لا انا شريت الله لا واش الورات؟ الورات انا ورات واش الورات؟ وانت قلتي ما خصكش انا ربحت التازل ورات دابا كيفاش شريت واحد وحدين شريت الله واش تهضروا شنو هذا؟ 16 كم تهضروا 22 وراه حنا حنا علاش دايرين هاد الشيء؟ ما حنا راه ضروري راه ما عندناش انا اليوم ما جبتش الماء من عندي الماء راني عارف هاد الشيء اللي وقع. حد الناس كتعيط قال لك اخويا هذاك الشيء اللي درتو معايا شريت الله من جازا الحشومه شريت الله سؤال عربي شريت الله ما عداش من راجل شديت حجرة وضو خلاص الراجل الله يسخر. انا قالوا لي حميد حميد شديت 8000 حميد غنسولك وجاوبني غنسولك وجاوبني سولك
دابا نتايا اش تيجي حجره وضو حجره وضو لقيتيها ما خداماش قالبنا هنا ما خدام علاش كتقول ليهم اللي سلعت تازي نورت نورت هي مزيانه جاوبني انا مزيانه ايوا ها هو الناس انا ما خدامش ما جاريش دابا شوف دابا من الاخر دابا اسمع 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 دابا من الاخر جميله اسمع اصاحبي اسمع من الاخر اعتذار للجمهور كامل اعتذر من الجمهور ديال التازه والعالم كامل شوف التازه من طنجة للقويره والعالم كامل السلام عليكم سكت انا كنت الاخر انا مشيت قدام الكاميرا تقول لي واه سكت اخي انا معليش غندو سكت انا كنبغي كل الناس تقول لي واه مشكل انت هذه الجمال راه كاتبين عليك التوبه صافي دابا ريح ريح اسمعي 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 ما تقطعيش خليه بحال ما هو راك تقطعي الدار معاك كنعلم انا اسمعني يا صاحبي اسمع قول لي فينا بغيت تقولوها اسمع هذه راه تقولوها كنقول لك سكت لا ما كاينش ما كاينش سكت كنقول الحق انا مضروب انا مابقيتش كبيره وريح بغينا حنا غنهضروا ممنوع تقطعي ممنوع هادشي غاري واللي بغى شي واحد يبيع 20 معاه يجي عندنا شخصيه دابا غاري عاودوا الفلوس مباشر عاود قولوا عبار دابا ريح اسمعي دابا ريح اصاحبي ريح انا راه هو هو غاري انا مباشر حميد كمل هضرت كمل هضرت خيتي سالي خيتي سالي خليو تيسالي حميد خويا كنطلب منكم طلب انا شوف يمين ولا يمين اللي هضر واحد مر واحد والعرب غادي يكون لامين هنا على عرفتي علاش غنديرو كلامي واحد مر واحد اسمعين ما كنسمعو والو اخويا تحيه لخوتنا كاملين من طنجة للقويره خويا الدجالي نايضه حنا نعاود لكم الحقيقه هذا هو اللي كاين انا خويا رانا ما حاضر ما والو ما وقفتش مع واحد ديجو مخوتي عطاو 150 160 قلت له شحال قطع هاد العاود قال لي مليون قلت له الله يربح هذا هو اللي كاين والناس اخويا راه ما نقولكش الكومنتيرات اللي مصيفطين ليا معيور ما تسمعلوش كاع مره انا كنعتذر للجميع اللي داير اخويا شي لافوت انا موجود انا قال راجل اللي يربح مليون انا وصاحبي دينا خرجناه قلنا شدو له مروه 8000 سا اخويا 8000 راه دار الضجه انا كنسحب 8000 خلص 40000 الخوت انا راه ديما صغير ها جميله تعاود ليكم العربي عاود ليكم حمود يعاود ليكم كلشي يعاود ليكم انا هضرت على صغير بلاتي شوف انا كنعتذر للجمهور وباش ما حكمتو انا موجود الراجل اللي بغى فلوسو 8000 موجوده حكمتو اي طريقه موجوده انا دخلت على الاول العود هكك حجره وضو هادشي اللي كاين الخوت وزيدون هاد المره كتعرفني مزيان هي غتقول لكم التصفيقه تدري يا حبيبي الله يسخر دابا عمرك تعاود خلينا لا ولا مولاه العود ما يسمع مليون عشان زاد عليا شنو يدار عليا قلت له ما نطلقش ديك العود راه تبعتي لي وهادي الشوت عندي الحجه وديت له وخلصت وديتو دار الدار وعمرت العود وخلصت ريال باش ديتوش له وسولو الرئيسه جميله ولا امين العرض ديروا بالكرنيات هاد الشيء راه ولا الظلم انا راه تادو ديك الماء الظلم انتم اللي كديروا انتم اللي ديري جاب لك انت تبع العود مليون دابا ساليتو دابا نتوما ها النوبه واحد مر واحد
هضري جميله. الخوت داكشي اللي باش وعدتكم في الفيديو راه درتو، راه دابز الصباح انا وحميد ورفقونا الناس كاينه هادشي ولا ما كاينش. دابزنا راه ما بعنا ما شرينا، تقاتلنا قلت لهم اللي تيبيع شي حاجه كيما قلت في الفيديو، اللي كيبيع شي واحد شي حاجه يمشي ليه. دابا راه ما غتبقى لا شفرانه حتى حاجه، كغديروا شكايه نديروها المخزن عندنا الى درنا شكايه صافي. سمعوا الخوت، هذاك الشيء اللي قلت لكم هو اللي كاين، هو حميد راه هدرت معاه قال لك غيبقى يبيع ويشري. عطاتك شي حاجه شويه عطاتك غيبقى يبيع ويشري بوحدو، ما غيكتجمع معاه حتى سمسار، ولا جا شي سمسار ما غنقطعولوش رزقو، ولاني من القانون ماشي تلاعب الشكيمه ويهرب لينا يخرج السوق، ما يديرش هذيك. ونحترموا البراني، احترموا البراني، احترموا البراني. اي واحد الكلمه نقولها قول اخويا قول متسالي. هذا السوق هذا راه زوين وكبير ومعروف في العالم، وش تدخلوا للخيل اكبر سوق اللي شفتنا في السوق، شو تدخلوا للخيل هو السوق هذا. اذا دابا شنو خاص؟ خاص دابا غير هذوك الشنايقيه اللي كيسوا على بنادم يجي مع بنادم براني ما يهرفوش عليه. والبراني شوف الخوت اجيو معززين مكرمين، حتى واحد ما غيهضر معاكم. شناق براني المخزره كاين زوين زوين كبرت معاك. سكتوا نقول واحد الهضره واسكتوا. سمعوا نقول لكم الله يرحم الوالدين، راه صحاب البقر راه تشكاو عليا، راه كتمشي لهم الفلوس هنايا، راه كتمشي لهم الفلوس صحاب البقر، راه كتمشي لهم. شحال من واحد قالها ليا وشحال من واحد قال لك مشي نديكراري، قلت ليه سير ديكراري. كيتناو الفلوس وكيمشيو الفلوس. هذاك العود الدهم خرجناه مع الصباح 88، خرجناه ركبناه على العربة توبة حاضر، وداك الدراري واش العربة توبة اللي شراه؟ لا كساب والعربة توبة طلع العربة توبة كان معنا. أنا اللي تخلصت ولا تخلص شكون اللي شراه؟ هو اللي حسب الفلوس، العربة توبة هو اللي حسب الفلوس 88 حاضر مع الصباح خرجناه برا ركبت عليه. ما شراش العربة توبة راسه؟ لا هو هاكا ولد كيتخلص من العبد. خرجناه هذاك كساب ركبت على ذاك العود تهز في السماء كيعض في راسه من هنا وعضنا هنا في الرجل هنا شافو قالك العربي نزل 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 غتموت نزل نزلت من عود قالك ردوا العود الموالي. انا كنت رديناه الموالي مازال هادشي اللي بغيت نقول لك فلوس كنت انا كنقول لك انا في الليل مع الصباح انا ما كاينش هادشي مازال ما كاينش نتايا رديناه الموالي ردينا الراجل فلوسنا مشينا بحالنا يلا سامي. توقع المشكل حتى الاخر ما شنو وقع المشكل بنت انا ركبت عليه قال لك انت اللي حرمتيه. لا هادشي كاين العربه تويبه حاضر دابا غير وانا كنجاوب. هو سو عند العربه تويبه واش انت اللي حرمتي العود؟ لا جميل انا ركبت على العود في السماء شفت من هنا واش العود اللي غيشدك من هنا ما نجيوش في الحل ديالو من هنا بعد الدار العود هذا هذا المشكل هذا تشوهنا فيه ديال هذا العود ديال الدراجه جابو ممتازه وهذا العود. شوف انا في الدار اسمع انا في الدار وهزيت الكلام قلت العربي باغي يمشي شي سوق يبقى يسبوه بشي هضره ما كايناش. وانا سمعت نهار السبت دخلت الصطاد قالوا لي اش كاين اش كاين انت درت واحد المشكل ديال الشاهد اللي كنت صالات الفجر كيلوموا فيه الناس السيد راه حاضر حتى هو انا دابا في الدار في الصطاد حنا هذا العود دخلنا السوق في الليل باقي النهار ما طلعنا مولاه جابو بالرباط ديالو بالجيم ديالو راه بالوتاد ديالو كذا كذا وقفنا معاه. المهم عطيتو انا 10000 درهم على ديك الهضره انا الاول. جا واحد الكساب قال له انا غادي ندي قال لي 300 فهمهم 1,080,000 خلص له انا 1,080,000 ما حيدش له 4 دريال شديت 1,080,000 حسبتها عطيتها المول العود. تم غادي مول العود قال لي اجي اعطيني لاكارت بغيت نكتب عطاه لاكارت خرجوا العود ركبوا عليه ركب له جواد هذا. خرجت انا معاهم كنشوف العود شنو واقع المشكل بان لي العود كيتهز ويدور في السماء وكيتزرق الهدي على رجله. قلت ليه هبط العود غادي يقتل رجع العود يا سيدي شدو مولاه عطاه عطاهم فلوسهم دخل عاودو كيبيعو ربطو نفس المشكل في البلايصه. جينا بقينا كيشريو عندو شي دراري تيدخلو عليه وكا عطاو 5000 درهم 6000 درهم انا اللي كنهضر جبت له 160000 قال لي لا. جا حميد شحال ما شحال قال ليه مليون قال لي الله يربح خرجوه برا تخلصوا معاه حيدوا له 8000 قابل راضي الله يعاون خلاص صالح يحط في وهذاك الراجل مشى بخير وعلى خير وما كيقول لك ما كاين مشكل ها هربوا عليه هذا العربي ماشي مشى بخير وعلى خير هو
فاش هضر معاه لاسيان قال لي هاد السوق فيه ليهم فيه هادو فيه ولكن شوف الاول هو هذا في الاول هو هذاك العود كون كان سالم هذاك الراجل ما غيجيبوش هو العود راه ما خدامش هو العود راه ما خدامش هو جايبو من الهي باش يبيعو ما خدامش كان يدخل يقول لهم العود راه ما خدامش اللي عجبو يدخل عليه من الاول هو تيبيعو في الاول تيبيعو خدام مليون و80 باعو خدام يقول لك خرجوا ركبوا عليه خرجوا ركبوا عليه تصاب العود ما خدامش رجعوا له في الديفاق العربي 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 اشنو هو الخدمه اللي ما خدامش ترى دابا كتبيع 20 بخيدس حنا كنبيعوا الشروط كنفسر الناس حنا كنبيعوا لا ما كنشدوا حتى ريال نبيعوا عام 100000 تنديروا مع مولا الشروط حتى السوق يجيب لنا الفلوس لا خدام العود يجيب لنا الفلوس ما خدامش تيروح لنا هذا هو اللي واسمعي حسب الصلاح هاد البلاد هي اللي باش الشروط اي سوق كتبيع فيها الا هنا العربي العربي انت اخويا راجل اخويا محترم في السوق واسمع والاعتذار اخي من سمت الرجال يلي بغيناك تعتذر للجمهور باش ميبقاش فيهم الحال ميبقاوش طايبين عليك حنا دابا الناس كيحضرونا ولكن ما نسمعوا هاد الحس يقدر ينقصوا منا شي كاين هو الاحترام ممكن غير احترام نطلب الاحترام للناس ولكن البيع والشراء هو ما بيدوش البيع والشراء اللي بيع والشراء العربي هو اللي كاين الا العاود شرا خدام صدق ما خدام شرا دول السيد راه قبلو مولاه ورجع شرا معاه قابل غادي هضر على مين السلام عليكم سمعوا سيدي الله يرحم الوالدين هذاك العود لقيت الناس واقفين عليه مع العربي مع هذاك الدري مع هذاك واحد العمراوي تما كيتباعوا الشراو يلاه 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 قال لهم هو جوج المناي سمعتي العربي هذا قال لي لا بزاف عليك داك الشيء اللي كتقول انا ما شاريش انا اللي قلت 300 كان صاب هذا ب 300 قال لي ماشي بزاف علي انا داك الشيء وقال شويه العربي صاب 180 جبد العربي الفل شدو شي العربي تخلص تخلص من العربي تخلص من العربي اسكت خلينا نهضر اسكت ودابا كنهضر دابا كنهضر اسكت العربي خلص الفلوس عطاهم لهم العود قال لي تكتبوا معنا خرجوا برا قال لي انا داخل على العود من هنا للواد هو قال لي داخل على العود من هنا للواد ديك الساعه مشيت بحالي شويه لقيتهم في القهوه قاعدين مع جواد ما اش كتقولوا قال لك اسيدي العود حران راه طيحنا له 8000 بخاطرو قال لك بخاطرو ايوا مشيت بحالي واش غايديروا له راه ما يسالوا ليهم والو ترى هاد الناس ما يسالوا ليهم والو جميله كلمه اخيره باش مشي وقتي بحالنا صافي الكلمه الاخيره تازي الا ما سمحتيش بالفلوس نجمعوهم لك ونصيفطهم لك نجيو عندك حتى للدار ونجيبوا لك الفلوس الكلمه الاخيره الا ما رضيتيش نجيبوا لك الفلوس حتى للدار شربوا كاس اتاي ونجيبوا لك فلوسك وردوا لك عوده وردوا لك عوده لا تشراو من لول لا ردوا لا 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 ما بغيتيش اخويا وما سمحتيش في دوك الفلوس نجيبوا خويا الفلوس للدار واخر كلمه قلتها نقد بها اخر كلمه عندي